هلا والله وسهلا. شوف اليوم انا جاي عند محمد في عطور رسيس، عندهم جائزه، مو بجائزه واحده، اصبر، كم جائزه؟ اكبر هدايا في تاريخ المسابقات. اكبر هدايا؟ اكبر هدايا 65، اجمالي الجوائز 325 جائزه، من ضمنها 65 سياره 2024. 65 سياره، الله الله، و 2024 جديده، جديده اصفار وكاله مره. إيه زين، وهذه واحده منها، وهذه اللكسس. باقي عندنا، طبعا احنا سحبنا الان على 50 سياره، حلو، باقي 15 سياره، منها ثلاث لكازز و12 سياره سانجان. طيب دقيقه عشان اعرف بس. الحين كيف ادخل في السحب؟ المسابقه دام الوضع كذا، يعني المسابقه بدون شروط؟ ما في شروط؟ بدون شروط، وطبعا كل عملاء رسيس تراهم داخلين في السحب اوريدي. يعني انا داخل أوريدي. خلاص، اي ما يحتاج تسجل، لاني قلت من محلهم اللي في الملك فهد، اشتريت منه. كل عملاء الفروع والمتجر هم داخلين في المسابقه، ما يحتاج تسجل. طيب شلون يعني؟ هذا رد جميل للمتابعين. بس كذا مره 65 سياره، 65 سياره مقدمينها رسيس، سياره اصفار جديده. كم لكزز بس عشان اعرف؟ اربع لكازز، سحبنا على واحده، باقي ثلاثه. باقي ثلاث؟ باقي ثلاث لكازز. باقي ثلاث، يعني ما اقول لكم راح النص، لا، باقي ثلاث اكثر. والسحب بعد اسبوع، ترى بعد اسبوع على 15 سياره. هذه فرصتك الأخيرة إنك تكسب الإكس. ولو أكبر 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 جوائز في تاريخ الهدايا. تاريخ الهدايا. صدق ما في حد سوى ذا الشيء. والله أصفار. أصفار وقراطيسها. شايفين؟ تسمح لي أشغل. شغل. عادي. مرة خذ راحتك. اسمعوا، اللي بياخذ ذي الإكسز هذا لازم يجي، يعني ياخذ من اللفة معه. أصفار الإكسز جديدة. جيس ولا لا؟ إيس. تعال خليني أوريكم بعد شيء ثاني. هذا ما يكفي، خليني أوريكم شيء ثاني. تعالوا، الوضع ترى مو بلكسز بس. شوفوا الحين معي أي أحد يفوز باللكسز تجي ذي. لا جواز لازم. طيب شوف، عندنا 65 آيفون و 65 جهاز تابلت و 65 ألف ريال. أنت والله لو يطب عليكم واحد اليوم لا ناخذها، ما لا احد يحاول، ترى ناخذها كل يوم. ايوه تعجبني انا، اوضح. 65 ايفون جديد، شايفين؟ والله، و65 جهاز تابلت و65 الف ريال. طبعا كل الجوائز اللي تشوفونها تراها مصرحه من الغرفه التجاريه، والسحب يتم عن طريق اشرافهم. اكيد انا ما اخاف على الرصيص من الناحيه ذي، انا عارف انهم ما يسوون الا الشيء الصح، ما خفت عليه من الناحيه ذي. طيب تعالوا خلينا نشوف الشيء الثاني بعد. تعال، هذه فيه اللي هي تعتبر باقه ولا لا؟ اي، هذه الباقه اسمها باقه الاكسس. هذه باقه الاكسس، باقه الاكسس، يعني ان شاء الله ان شاء الله تجي، تصير من حظك ان شاء الله. طيب وش الباقه؟ الباقه مكونه من ثلاث عطور. حلو. طبعا العرض هذا ما يفوت، ونازل ترى خصيصا لعروض اليوم الوطني، يعني اتوقع الكميه اللي فيه يا الله تكفينا يوم يومين بالكثير. حلو. كميته بسيطة مرة. حلو. مكون من عطر الدرعية، هذا شميته تو. اي والله. عطر نيش فاخر. هذا أنا تو قلت له صراحة ما شاء الله تبارك الله، هذا صدق نيش وفاخر خرافي. مو بس الله حق. اي. صدق والله. معاه العطرين هذه رين وكلاود. رين أعجبني. أنا كلاود مو مرة. هذا رجال. معليش يعني. اي. إيه. صراحة أنا هذولي، هذا عجبني وهذا عجبني صراحة. طيب. شيء مرتب. مو بالثلاث عطور بس، معاها اوقيه من العود المروكي. يعني انت بتاخذ اوقيه مكونه من ثلاث تولات. حلو. وثلاث عطور، منها عطر نيش، خلينا نجرب الحين. ليش لا؟ صراحه انا هذا الدرعيه ورين خرافيين، عجبوني مره. كلاود للناس اللي يحبون الشيء الخفيف مره، انا ما احب الخفيف. فريش. ترى طبيعي. ترى طبيعي، يعني في كل واحد وذوقه صراحه. ما شاء الله تبارك الله. لا قايل لك ما يجي منكم الا الزين. اي والله اني صادق. الباقه هذه الان كم توقع سعرها؟ اوقيه عود مع ثلاث عطور ومنها واحد نيش. لا تقول لي كم توقع، لان يمكن ترى انزل في السعر. والله إيه؟ لا خلنا الدرعيه هذا كم هذا سعر الدرعيه الحاله قبل خصم ب 480. الدرعيه 480. اي، لان عطر نيش. الان الباقه هذه كامله مع العود تاخذها ب 294، شامل الشحن، شامل كل شيء. واصلين لين عندك مره، اذا استعملت 294 بي كي بتجيهم الباقه شامل كل شيء. طبعا لازم يستخدمون بي كي عشان يجيهم، اهم شيء يجيهم الخصم ويجيهم التوصيل. بيض الله يجيكم، وجهك كبير. بيض الله ويجيكم. شوف الكميه، يعني مو بسيطه ترى.
الكمية بسيطة، وترى أي أحد بيشتري أي شيء من رسيس سواء من محلات أو من تطبيقات من أو من الموقع معليش داخل في السحب. أوريدي داخل في السحب خلاص. أنت من تشتري مثلا الباقة ذي ولا تشتري أي شيء من رسيس ترك داخل في السحب على الثلاث الكازز 2024 وعلى السيارات والهدايا الباقية. من يوم بدينا نسولف هناك وهي تدخن وللحين ترى نروح نخلص ونرجع يتدخن. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بعد ست أيام كل الجوائز اللي أنتم شفتوها واللي تكلمنا فيها اليوم تستلم لكم، سواء من آيفونات، سواء من اللكسس، سواء من الشانجان، سواء من كل شيء. بعد ست أيام، بعد ست أيام يعني صدق شاركوا ست أيام. جرب صراحة. أقول لكم شيء، في شيء ثاني بعد أبغى أقوله لكم، ترى كل هذا السحب وكل هذه الأشياء بتكون في السناب هذا اللي بحطه لكم. اللي يبغى يتابع ويعرف متى بيكون السحب كلها في السناب هذا، تابعوها، تابعوا سناب هذا اللي هو صاحب أو مالك براند رسيس، موجود في سنابه كل شيء، كل البيانات موجودة في سنابه. الحقوا.